تعالوا بقى نروح عشان نتعرف سوا على آخر المستجدات وكل النشاطات اللي بتحصل في الفروع المختلفة للنادي الأهلي. ده اللي هنتعرف عليه من خلال الزميلة العزيزة منى المنيسي الموجودة حاليا في فرع النادي الأهلي. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، وأخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة، ومن داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره موجود علشان ننقل لكم اخر واهم اخبار النادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلينا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم، واللي حاليا دلوقتي وانا بكلمك هو مكمل فيه تدريبه الصباحي مع مستر طبعا مارسيل كولر. يعني تقريبا بدا التدريب الساعه 9 صباحا ومستمر حتى الساعه 11 ان شاء الله. طبعا يعني الفريق بيواصل فترة الإعداد القوية تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، واللي ابتدى النهاردة أو ابتدى من تمرين النهاردة الصباحي لضربة أو الترتيب لضربة البداية الإفريقية لنادي الأهلي طبعا في دوري الأبطال، واللي هتكون إن شاء الله مع الاتحاد المنستيري التونسي، واللي إن شاء الله المباراة الأولى هتكون في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر، والمباراة الثانية العودة إن شاء الله هتكون في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر. يعني يمكن مستر مارسيل كولر امبارح كان حريص على متابعة مباراة طبعا الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، واللي انتهت بفوز الاتحاد المنستيري بثلاثة أهداف وتأهل للدور ال 32 طبعا بعد ما كان خسر أول مباراة، مباراة الذهاب في رواندا 1-0. مستر كولر كان حريص ان هو مع اللاعبين امبارح قبل بدء المران المسائي للفريق، ان هو مع الجهاز الفني كله ومع اللاعبين ان هو يتابع المباراة كمان، ثم بدأ المران المسائي. النهاردة بدأ التدريب الساعة 9 صباحا، وبدأ طبعا الأول بعمليات الإحماء للفريق، بدأوا بعمليات الإحماء الأول، وقبلها كان في محاضرة كمان مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وبعدها بدأ بقى في الخطط أو في الشكل التكتيكي للتمرين، واللي بيستعد إن شاء الله بشكل قوي للمباراة المقبلة أكيد طبعا بجانب الفترة أو يعني فترة الإعداد البدني إن شاء الله اللي حاططها للفريق. نتمنى لهم كل التوفيق. يعني يمكن كريم عايزة أقول لك إنه بعد بكرة إن شاء الله يوم الأربعاء هتبدأ أول مباراة ودية لفريق الأول لكرة القدم، واللي إن شاء الله هتكون يعني مع بتروجيت على نادي هنا على ملعب مختار التتش. تاني ودية هتكون مع أسوان أيضا على ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة، وبعدين تالت مباراة هتكون مع طلائع الجيش ولكن في ملعب الأهلي والسلام، ومن بعدها إن شاء الله يكون الفريق جاهز إن هو يبدأ يشارك طبعا في كل البطولات الرسمية لهذا الموسم. إن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا نكمل يعني اخبارنا النهارده بقى، ده كان كل ما يخص كره القدم. خلونا نبتدي بقى بكره السله كمان، وامبارح كان عندهم ماتش او الرجال كره السله كان عندهم مباراه امبارح في بطوله منطقه القاهره مع نادي طيران، وكانت الفريق وصل وكل يعني كانوا موجودين في صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بالجزيره، ولكن تم على اخر لحظات نادي طيران انسحب علشان عنده عدد من الاصابات الكتيره في الفريق، وبكده يفوز النادي الاهلي. لكن مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني للفريق كان حريص ان هو يستفيد بالوقت اللي كان موجود في الفريق كله وعناصر الفريق كامله داخل الملعب، وعمل تقسيمه بين اللاعبين علشان يستفادوا بالوقت ويستفادوا بفتره الاعداد اللي موجوده. المباراه اللي جايه كانت المفروض ان شاء الله يعني من هنا لحد السفر للكويت للمشاركه في البطوله العربيه كمان 10 او 15 يوم، فمن النهارده الفريق مستمر في تدريباته بشكل طبيعي جدا استعدادا للبطوله العربيه ان شاء الله في الكويت. الفريق طبعا بدون اي اصابات، والاهلي كان عايز افكر الناس مشاهدينا انه كان الاهلي حامل لقب البطوله اللي فاتت. كمان الاتحاد المصري لكره السله اعلن قرعه كاس مصر لسيدات ورجال كره السله. خليني سريعا اقولها لك، طبعا رجال كره السله تم تجريبهم من مباراه الدور الاول لانه كان الاهلي حامل لقب البطوله اللي فاتت، مش هيلعب الدور الاول وتاهل مباشره لدور الثمانيه، وهيلعب مع الفايز في الدور الاول من سموحه او مصريه للاتصالات ان شاء الله. أما قرعة السيدات أيضا جنبت الفريق أو الفرق الأربعة اللي كانت في أول الترتيب في الموسم الماضي وتأهلوا مباشرة للدور الثمانية، وهم الأهلي وسبورتنج هليوبوليس وسموحة إن شاء الله، والأهلي هيواجه الفائز من الدور الأول من مصر للتأمين والظهور. أول مباراة رسمية هتنطلق إن شاء الله المباراة الافتتاحية لسيدات كرة السلة هتكون بعد غد إن شاء الله على هنا على صالة الشهداء مع نادي مدينة نصر الساعة 6 مساء إن شاء الله من بطولة القاهرة.
اما رجال كره اليد لعبوا اخر مباراه او المباراه الافتتاحيه الاولى والاخيره ليهم في الموسم ده اول امبارح، كانت من بطوله الدوري امام نادي المعادي وانتهت بفوز النادي الاهلي 31-23. دي اول مباراه بعد خساره السوبر او بعد الاخفاق في السوبر، وكان مهم جدا ان الفريق يكسب هذه المباراه علشان معنوياته تكون احسن ويقدر ان هو يستأنف المباريات اللي جايه بشكل احسن. المفروض الماتش اللي جاي كان مع نادي الزمالك، ولكن علشان نادي الزمالك دلوقتي بيشارك في البطوله العربيه فتم تاجيل المباراه، فدي هتبقى فرصه كويسه لوقت اطول لرجال كره اليد ان هم يستعدوا بشكل اقوى حتى السفر ان شاء الله لبطوله افريقيا او المشاركه في بطوله افريقيا اخر الشهر ده، وبعدها على طول ان شاء الله كاس العالم للانديه. بنتمنى لهم كل التوفيق. دي يا كريم كانت كل اخبارنا هنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، وانا معاك لو في اي سؤال اتفضل. نشكرك على التغطيه المتميزه كالعاده زميلتنا العزيزه من المنيسي، شكرا جزيلا ليكي. والحقيقه دايما كل زميلاتنا جميلات قناه الاهلي، ومن خلال الفقره دي بالتحديد بيلخصوا لنا كده كل اللي بيحصل في الفروع المختلفة للنادي الأهلي من أحداث ومن فعاليات ومن مباريات في رياضات مختلفة، وكمان من فعاليات كتير جدا في منتهى الأهمية بتنظمها اللجان المختلفة الموجودة في النادي الأهلي. الحقيقة جماعة عاملين شغل أكتر من ممتاز ومش سايبين لا كبيرة ولا صغيرة تخص ابتداء من الأطفال وحتى كبار السن، غير لما بيعملوا بموجبها فعالية ما تفيد الكم الأكبر من الحضور أو كم الأكبر من الأعضاء، فطبعا مجهود محترم جدا.